مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا الآن في مدينة أزرو عند با محمد. با محمد يعاني الأمرين، تبدأ السرطان، ستة ديال الوليدات، كاري الوضع ديالو الله سبحانه وتعالى اللي عالم به. شوفوا القصة مع با محمد. با محمد عاود لي القصة ديالك. مرحبا، أشنو غنقولو لك؟ قبل ما يجيك السرطان شنو كنتي كدير؟ قبل ما يجي السرطان راه خدام تاع المعاشو، حتى خدمت الغراض ديالي، ما كاين حتى شي واحد اللي يقدر يخدم معايا. حتى جاني هاد السرطان مرحبا، ومشيت لفاس، كيديوني غير الناس اللي كيديوني لفاس، درت العملية تما ورجعت، وخرجني للمسار، مازال تندي كنعمل الخناشي. فهمتي السي محمد؟ ومازال كنعمل الخناشي، وعندي ستاد الوليدات وكاري، هادشي اللي قسم عليا الله مرحبا به، هادشي اللي كاين. ما كان حتى شي مساعدة من شي حد عاونك؟ والو ما كاينش لي. شي الناس اللي عاونوني صافي، شي الناس اللي جاو عندي عاونوا انتوما. واخا قول لي الطلب ديالك، طلب الطلب ديالك المغاربة ان شاء الله. ما نقدرش اودي محمد، ما نقدرش نقول لك نطلب هكا ولا نطلب هكا، هذاك الشيء اللي جاب الله مرحبا صافي. شكرا لك ابو محمد، شكرا لك، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يشفيك يا ربي. على مولانا يعفو عليا صافي، وما غنطلب، ما نطلبش، ما نطلبش، كشي اللي جاب الله مرحبا، نعاون على الله ما نردو هذا المسار عليك يا مولانا. دابا الوضع ديال المسار ديالك، تكلم لي اليوم شنو اللي كتحس بيه؟ شنو؟ وانا ما كنحس بهم انا دابا، ملي خرجوا دابا ما كنحس بهم، ولا كاين دابا كيمرتوني بزاف، كيمرتوني بزاف المسار الخناشي. كنديرها لهاد العشيه، غدا في الصباح خصني نبدلو عاوتاني، وغاليه هاد الشيء، كنشريها ب 18,000 الخنشه، ما كتضرب حتى يوم. هادو لي كوش، دوك اللي كيتركبوه بحال لي كوش، ماشي المرحاض بحال لي كوش، غير هما زعما الخناشي، كيقولوا الخناشي. ايوا داكشي اللي وقع عليا هو هذا. ودي شكرا لك ابا محمد، شكرا لك، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، ونطلب ربي انه يشافيك. مشاهدينا الكرام، صراحه كلام مؤثر، وشيء جميل، شيء جميل انه كيتكلم معنا ابا محمد وتيقول لي انا ما نقدر نطلب والو للناس اللي عاوني بشي حاجه، الله يرحمني الوالدين. كلام جد مؤثر صراحه. ابا محمد ستة ديال الوليدات كاري، نعلم جيدا ان مدينه أزرو هي مدينه اللي صغيره بشكل كبير، عنده الكرة حاليا ولا كيدير لي كوش، السرطان نعلم جيدا انه مرض خطير ومرض صعب. نطلب الله عز وجل وجل المغاربه، غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال با محمد. نطلب الله عز وجل وجل المغاربه في الداخل وفي الخارج يساعدوا وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.